يا اهلا بحضراتكم مرة أخرى. النهارده مباراة احتفالية بالتأكيد، مباراة أهلي وزمالك تبقى احتفالية بغض النظر عن النتيجة، هتبقى مباراة احتفالية. بما إنها مباراة احتفالية وإن الزمالك الأهلي ضامن وضعه كمتصدر للدوري وفائز بالبطولة، والزمالك ضامن تواجده في الكونفدرالية الأفريقية الموسم القادم، فالنهارده كمان احتفالية بضيوف أعزاء جدا جدا جدا، كباتن الكبار كابتن ضياء السيد، كابتن طارق مصطفى. كابتن ضياء منور الدنيا كالعادة. ربنا يخليك يا كيمو، أخبارك؟ أهلا بيك. وطارق طبعا وحشني وحشنا كلنا، شرفنا في بلاد المغرب طبعا، مشرفنا جدا يعني، وسعيد بيه يعني ان انا اكون معاه، بقالي كتير ما شفته طبعا. يا كابتن طارق، اه والله كابتن طارق منور الدنيا، وحشني بشكل شخصي وحش برنامج رقم 10، والف مليون مبروك الانجازات العظيمه مع اولمبيك اسف في المغرب. حبيبي يا كريم، الله يخليك، انت اللي وحشني، وكابتن ضيا طبعا كابتني، وسعيد ان انا موجود معاكم، ودايما بقول الحمد لله والشكر لله. اذا كنت انا كطارق مصطفى يعني فبمثل المدرب المصري في شمال افريقيا وفي المغرب، فبحمد ربنا على كده، والتوفيق دايما بيجي لكل مجتهد. صح، وانا كنت يعني بتلزق شويه كده اقول كمان سفير رقم 10 كمان في بالظبط. طبعا طبعا، انت من الناس اللي شلت معانا البرنامج يعني طبعا. لا لا بالعكس، انا كنت دايما ببقى مبسوط معاك يا كريم، ودايما كانت بطوله افريقيا وكابتن ضيا كان موجود، ولكن الحمد لله والشكر لله بستمتع وانا موجود معاك. وكمان النهارده حلقه بالنسبه لي مميزه، لان كابتن ضيا بقالي كتير ما شفتوش، من الناس اللي انا بحترمها واحبها جدا على المستوى الشخصي يعني. انا اللي حظي حلو يعني بوجود حضرتك كابتن ضيا. النهارده المباراه بين الاهلي والزمالك، شفتك انت كتبت وقلت ان كان المفروض السكور يبقى اعلى من كده بين الاهلي والزمالك. بص شكل المباراه، انا كنت قلقان قبل المباراه وكتبت قلت يا جماعه خدوا بالكم المباراه مش سهله. في جزء في اخر ماتشين للزمالك، في جزء كان كويس جدا وكان معمول بشكل كويس يعني، خصوصا في الناحيه الهجوميه، لكن طبعا كان عندي تحفظ، انا طول الوقت عندي تحفظ في عند المدربين اللي مش مؤمنين بانك انت لازم عينك ما تروحش على جون الخصم وما تروحش على الجون بتاعك، لازم تبقى شايف الناحيه الدفاعيه بشكل كويس، شايف يعني مش اثناء اداره المباراه، انك لا انك تشتغل عليها بشكل كويس. فانا كنت متخيل ان اوسيريو هيشتغل على النادي الاهلي ويشوف النادي الاهلي كتير، هو طبعا شاف النادي الاهلي، لكن واضح ان هو ما كانش شايف غير نفسه، ما كانش شايف مركز غير مع لعيبته، مش مركز غير على ان هو يعمل حاجات ايجابيه في المباراه بس. انا ليا اسلوبي مش هغيره، حتى مش هبص للاهلي، ودي حاجه مهمه جدا. طارق عارف دي، طارق مدرب كبير، انك لازم تشوف الخصم وتقدر العناصر اللي فيه على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، لان كولر النوع ده من المباريات الكبيره لعبه بنفس السيستم، هتلاقيه لعبه في بيراميدز، هتلاقيه لعبه في الوداد، هتلاقيه لعبه في الرجاء، وحقق نتائج ايجابيه. فلما شفت بعد اول دقيقه، انت لو تشوف حسين الشحات في الجون في مساحات، انا ما شفتش فوضى تكتيكيه مدرب بيعملها لفرقته زي اللي حصلت الزمالك في الشوط الاولاني. صح، الناس بتضيق المساحات على لعيبه الخصم، خصوصا في المباريات الكبيره، بشكل طول الوقت لازم تضيق المساحات. صح، انت مدي للنادي الاهلي طبعا بالتشكيل، طبعا طارق هيتكلم فيه بشكل من اول التشكيل، وهو ايه ده، هيلعب كده ازاي، هيلعب كده ازاي، مش ممكن. ف من اول دقيقه حسين بيجيب جون من مساحه في ظهر حاتم، هي دي المساحات اللي هي عامله عيوب كبيره جدا جدا، انا مش عارف هو ازاي مش شايفها عنده فرقته، حتى في الماتشات اللي بيكسبها، اللي كان بيكسبها مع بقيه فرق الدوري، لكن انت لازم تشوفها مع وانت بتعمل بتلعب ماتش فاينل، بتلعب ماتش كبير ديربي. صح، فانا شفت ان هو مش شايف ده، وشفت ان لعيبه الاهلي كمان عملت كميه مس باص في نص الملعب كان ممكن توصل النتيجه لاربعه والخمسه بشكل كبير جدا. صح، يعني كمان لعيبه الاهلي جابوا الثلاث اجوان، واثناء الجيم الشوط الاولاني هم كمان ساهموا في ان هم النتيجه ما تزيدش، بحته استهتار، بحته ان خلاص ثلاثه ده في ماتش كبير زي الزمالك ده سكور عالي. فعشان كده الاهلي كان جايب ثلاثه في الشوط الاول وبيلعب ربع حمل، يعني ما لو كان بيلعب، ما هو مين اللي خلاه يلعب ربع حمل؟ ما فيش كميه مساحات في فاينل او في ماتش ديربي او في ماتش كبير بالشكل ده، حد يديها الخصم بهذا الشكل. صح، فدي كانت انا قلت عليها الراجل عامل فوضى فوضى فوضى. لذلك لما رحنا للشوط الثاني
وعمل الاربع تغييرات الزمالك بقى وضع طبيعي طبعًا. بقى في نديه يعني بقى وضع طبيعي وبقى في نديه وراح وجاب جون وكده صح. طيب كابتن طارق ايه اللي فكر فيه؟ يعني لو انت مثلا وانت بتتفرج على المباراه كمدرب بتقول مثلا ايه هو اللي بيعمله اسولي ده اكيد غلط، بس انت برضو بتقعد تتخيل هو حاول يفكر في ايه وكان عايز يطبق ايه وما عرفش يطبقه، هو ممكن يكون فكر في ايه؟ يعني احنا بمجرد ما جالنا التشكيل قعدنا نقول هو مين هيلعب فين؟ يعني ما احنا مش فاهمين في اي زمالك هيدافع بمين؟ ما فيش لعيبه ممكن تدافع في المباراه دي. فكر في ايه؟ اولا من وجهه نظر انا الشخصيه يعني هو بالنسبه لي يعني اي مدرب وكابتن ضياء مدرب كبير وعارف انت لازم بتعمل سيناريو للمباراه قبل المباراه في كل حاجه. هو الفترة الأخيرة كلها من أول ما جه بيلعب بطريقة 3-4-2-1 غيرها في مباراة فيوتشر، خلى لعب 2 راسين حربة ودي عملت له مشكلة في الشوط الأولاني لأن نص الملعب كان متاخد منه صحيح. ورجع للمباراة الشوط الثاني وبتغيير طريقة اللعب 3-4-2-1. النهاردة أنا أشوف أنت بتلعب النادي الأهلي، وجهة نظري الشخصية أن أنت لازم تلعب بالطريقة اللي أنت بتلعب بيها. النهارده انا لما شفت التشكيل وشفت الملعب من اول دقيقه هو غير طريقه اللعب النهارده مع احترامي لكل الناس اللي بتقعد تتكلم والاشخاص يعني هو غلط في حتتين، غلط في طريقه لعب. انت بتلعب النادي الاهلي نادي كبير وده من اقوى، احنا قلنا الطريقه اللي انت بتلعب بيها لما يعني تيجي تلعب فرقه كبيره زي النادي الاهلي او بيراميدز او الفرق الكبيره كلها اللي عندها كواليتي مختلف وعندها ناحيه تنظيميه هيبان الفرق صح. انت في الطريقه بتاعت 3-4-2-1 عندك انتشار هجومي كبير جدا بس عندك ناحيه دفاعيه في خط الظهر خاصه في الاجناب مشكله صح. وانا كنت من يومين بقول واضحه، وانا من يومين قلت اللي هيلعب الكره طوليه ضد الزمالك هتعمل له مشاكل لو حد عنده سرعات قدام مظبوط بصراحه والله كانت ضيق. فهو لعب النهارده باربعه 3-3 الاربعه مين؟ لعب المسلوسي ناحيه اليمين بعبد الغني، لعب حسام، لعب سكر حاتم، لعب كمان انت عندك مشكله ورا وكمان عندك مشكله في نص الملعب. ولا بيحمي مين؟ اللي بيحمي خط الدفاع ده نص الملعب صح. طول ما نص ملعبك بيبقى قوي فانت قوي. انت نص ملعبك كان ضعيف، ما ينفعش فتوح يلعب سته، ما ينفعش تلعب قدامه زيزو ونضاي، ما ينفعش تلعب شيكابالا هناك على الطرف هناك، ها ما ينفعش تلعب سيد نمر ناحيه الشمال، انت بتلخبط والجزيري في روح. فانت عملت مشكله مشكله للعيبه في الملعب، مشكله ان انت غيرت طريقه اللعب في وقت ما ينفعش مع النادي الاهلي تلعب كده. انا توقعت ان المباراه تبقى صعبه لو لعب بالطريقه دي 3-4-2-1 لان نص ملعب هيبقى قوي، عندك نص ملعب كتير. انت النادي الاهلي النهارده طبعا بقاء والدوام لله والد مروان مروان السوليه مش موجود مع احترامي يعني نص ملعب النادي الاهلي حمدي فتحي كان ماشي فانت مع احترامي انت لو لعبت بالطريقه اللي انت بتلعب بيها ان شيكابالا يبقى من جوه مع زيزو ونضاي هو اللي فاتح مع سيد نمار ناحيه اليمين ولعبت فتوح هو اللي ناحيه يعني عندك 50,000 حاجه يعني انت اللي عملت كده وجيت عدلت الشوط الثاني وياما عدلت الفرقه اتظبطت ياما حطيت كل واحد في مكانه بس كان داخل فيك ثلاث اجوال بالظبط كده العب يا كابتن ضياء العب بالطريقه طبعا اللي تناسبك خاصه من وجهه نظر الشخصيه الكواليتي بتاع نادي الزمالك ما ينفعش يلعب الا بطريقه 3-4-2-1 اي طريقه تانية غير دي ليه؟ لان الطريقه دي بتديك انتشار اللعيبه قريبه من بعض شيكابالا مش على الخطوط شيكابالا من جوه ناضاي زيزو فانت عندك انتشار كبير في نص الملعب والنادي الاهلي كان عنده مشكله في نص الملعب قبل المباراه انما انت ريحت النادي الاهلي في الجزئيه ديت والنادي الاهلي من اول دقيقه جاب جون انت بالنسبه لك اللعيبه اللي بتلعب في الملعب اكن المباراه خلصت شو. نادي الزمالك انا حسيت اول 10 دقايق مش قادرين يجروا هبتوا خلاص مش قادرين ده في كوره نضاي رايح بيها مش عارف كان مع مين كده هو المفروض ان مسابق لقيت نضاي سريع فبالتالي انا اشوف كمان هو ما قراش الجيم بصحه بصراحه ولا قبل المباراه ولا حتى اثناء المباراه بامانه يعني لان ما شافش لان, لأن بالظبط كده اوفر كوتشنج بالظبط كده هي دي نقطه مهمه طبعا بصراحه اوفر كوتشنج طبعا عنده اوفر كوتشنج عشان دي بتقال في اوروبا على بيب جوارديولا حتى يعني هو نفسه في طريق في كلامه في المؤتمر الصحفي بيرمي دايما على مانشستر سيتي بس الكواليتي بشكل مختلف وفكره استرجاع الكوره في المكان واللياقه البدنيه وتفاصيل كتير قوي جوارديولا بيصر يجيب اللي ينفذ له شغله بالظبط عشان كده هو ده انا مش عارف اعمل شغلي الا لما يبقى عندي الكواليتي اللي ينفذ شغلي مش انا انت ما يبقاش عندك اوفر كوتشنج يعني بتفكر في نفسك انت بس وفي شغلك انك لازم تفرضه طارق قال لازم في نوعيات في مباريات معينه لازم تبقى
حريص في اي مباراه فاصله. يعني اهلي وزمالك دي فاصله لانها طبعًا تاريخ ديربي طبعا. فاينل كاس، فاينل دوري، فاينل اي، لازم يبقى فيها تضييق مساحات. هات لي اي فاينل في جيم مفتوح بهذا الشكل، صح، اي اجنبي مصري اي حاجه. زمان كانوا بيقولوا الهجوم ده اللي اتعلمه كولر. ايوه، بعد ماتش سان داونز، صح، ده اللي اتعلمه، صح، وبقى يعمل ويشتغل. يعني النهارده هتلاقيه يضغط خمس دقايق ويرجع شويه. الجونين من الاولانيين من التحولات. ايوه، يعني الجونين الاولانيين منين؟ من دفاع كويس لتحولات في مساحات شاسعه. حسين جاب دي كره متشتته نزلت في مساحه، شفت قد ايه حسين جاي من هنا قاطع في ظهر حاتم داس عليها. فانت اللي يدي المساحات دي لاي خصم يقبل العقاب الشديد. صح، ده في حاجه النهارده كابتن ديه كنت لسه جايبها من شويه، انا اول مره اشوفها، وقلت يا جماعه نجيبها. الهدف الثالث للنادي الاهلي، في ست لعيبه من النادي الاهلي على اربعه مدافعين نادي الزمالك في هجمه منظمه. لا، مش هجمه مرتده قدامهم من طريق، قال لك نص ملعب ما فيش يحمي. انت 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 انا قلت لك اي فرقه كوره اي فرقه كوره اي فرقه كوره نص ملعبك هو اللي بيديك انت يعني قوي ولا لا. هو اللي بيحمي خط الظهر، هو اللي بيكمل الناحيه الهجوميه، هو اللي انشر، هو اللي بيعمل لك الحاله دي. فهو انا بشوف من وجهه نظري تغيير طريقه لعبه النهارده، وان هو حط اللعيبه اللي عندها في نص الملعب ناحيه هجوميه زي نضاي، زي زيزو، زي فتوح. هو قبل المباراه ممكن كل واحد وفكره ان حمدي طبعا مش موجود، السوليه مصاب، مروان مش موجود، وماتش المقاولين محدش بالظبط، وماتش المقاولين، فمحدش بيدافع في نص ملعب النادي الاهلي. طب هل هو حتى حتى, حتى 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 ولا واحد في نص الملعب بتاع النادي الاهلي الثلاثه اللي كانوا موجودين لا محدش فيهم يعرف يلعب سته او يقطع؟ صح، يقطع. قفشه كان كويس في نقل الجيم لانك انت فضيت له المساحه. صح، مفيش حد بيضغط على قفشه ولا خالص. حد بيضغط على اليو ديانج، هو غلط بتاع ثلاث اربع مرات، هو اللي غلط. انت واخد بالك؟ لكن طول الوقت في مساحات، مفيش حد بيضغط. هو من الدقيقه الاولى مارسي كوره واضح ادى تعليمات لما شاف الكلام دوت، ادي في العمق، ادي كرات طوليه، ادي كرات طوليه. واضح ان في كريم في مساحات كبيره جدا في نص الملعب. خلي بالك الشوط الاولاني كان ممكن الزمالك يجي فيه جونين ثلاثه، وفي واحده تقصد اكتر من كده يعني. طبعا اكتر من كده لان كان باين جدا. وانا بصراحه كان لازم هو بخبرته كان لازم يتدخل الشوط الاولاني، ما يستناش الشوط. لا 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 لا, لا, لا انا بالنسبه لي الكوره دي معلش ثبتها هنا، ثبتها هنا. بص يا كابتن، بص يا كابتن، انت بتتكلم في كثافه هجوميه للاهلي على لعيبه نادي الزمالك. لا بص، وقف معلش، وقف. هو الاهلي، هو الاهلي وقف هنا بالظبط، بالظبط كده. هو الاهلي فيه كثافه هجوميه في نص الملعب. انت لو انت شوف انت هنا والمساحه، بص المساحه اللي في ظهر عامله ايه. طيب بص الانتشار دول لو اتبسط لهم هيروحوا. لا بص الانتشار بتاع لعيبه الزمالك هنا. لا انت هنا بتشتغل ازاي؟ الناس اللعيبه بتجري وخلاص. ليه؟ لانك انت كنت بتلعب بالطريقه هي الطريقه دي. لان انا قلت لك من في الاول سؤال، قلت لك الكواليتي بتاع لعيبه نادي الزمالك ما يلعبش الا بالطريقه بتاعته دي 3 4 2 1. يعني شيكابالا ما ينفعش يلعب طرف، لازم المسافه تبقى ما بيننا كريم زي انا وجاي، تبقى ضيق المساحات، وفي انتشار هجومي كبير جدا. كانت عندك مشكله في الناحيه الدفاعيه. فانت انا بقول ان هو لما حس ان لعيبه نص الملعب بتاع النادي الاهلي مش موجود، ومروان كمان مش موجود، ونص ملعب النادي الاهلي مفيش حد فيهم بيدافع وبيقطع الكوره، ها كان لازم هو قال لك ايه، فكر ان هو ايه، زيزو يشتغل في الحته دي ونضاي. فما حصلش. تبقى سهل بالظبط كده. لا مشكله كبيره كمان الطريقه دي. لازم يبقى نص ما بتعتمد على انك لما تفقد الكوره وانت بتهاجم بهذا الكم من انك الرياكشن تجيب الكوره في حتتها، يا اما تعمل فاول. فانت الزمالك بتضيع الكوره بتروح انفرادات. هي دي النقطه. فما فيش رياكشن، الرياكشن مش هيعمله غير الديفندرات اللي هي شغلتهم. صح، اشرف رؤى، لاعب اشرف رؤى مكانه بتلعبه بقالك فتره. لاعب السيسي محمد الشناوي لو بصل اي حد حتى طول بعيد يعني بتجيله بسهوله جدا. كل اللعيبه كانت بتتناقل الكوره في النادي الاهلي، مساحات بعيد، بيلعب طوليه في قلب الملعب مش على الاطراف بالظبط كده، وتيجي الواحد لوحده لوحده. فكان واضح انه كان في مشكله في مساحات كبيره. طب كابتن طارق، هل كان المفروض النهارده الجهاز المعاوني يبقى ليه دور في هذا الامر؟ طبعا كان طبعا. انت ما تقدرش تقول دي بعد اذنك، لان انا وطارق اشتغلنا معاونين. أيوة. مع اجانب. انت بتقول رايك ممكن بس. تقول تقول رايك، وانا متاكد ان قالوا، ان مدحت ومجدي قالوا. لكن من الاوفر كوتشنج اللي عنده اوزيريو بيشتغل في دماغه. بس انا كابتن ضياء يعني انا بس هو لازم يشوف الخطر اللي قدامه. كابتن ضياء انا مريت بالظروف دي، وفي دوري قوي ودوري جماهيري، وكان بساعات بيتطرد منك.
كتير. انا اللي عايز اقوله ايه، ان هو استنى كتير قوي بين الشوطين عشان يغير. يعني انت ساعات تتحط كمدير فني في موقف زي ده، يعني افكارك لقيتها فيها مشكله. طبعا هو في اكتر من ثلاثه. بص هو اتاخر، هو كان لازم يعمل تغييرين على طول بعد الجونين. 25 دقيقه كان لازم يعمل تغييرين على طول، لان الامور كانت واضحه وباينه ان نص ملعبك فاضي. صح. ان انت عندك واضح مشاكل، واضح ان راح الاسوء. انا وانت كده كده يعني كده كده انت شايف. هل فكر الله يكون في عونك انا كمدير فني بقى، انا حطيت اصراره على نجاح خطته، لكن الفرقه التيم اهم. لا بس يا كابتن ضيف، ما دي هتاخد منه دلوقتي. صح. وخدت منه كابتن بعد الـ 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 الايجابيات اللي خدها في ماتش المقاولين. طبعا عين الناس كلها على الماتش الاهم، هتاخد منه كتير، هترجع سلبيات عشان كتير. كل الناس كانت مستنيه كمان ماتش الاهلي طبعا، عشان اقول لك نحكم بقى. اصل هو كمان يعني انت مثلا ايه، حتى انت لما جيت غيرت بين الشوطين غيرت اربعه. طب انت دلوقتي السيسي طلع مصاب في الدقيقه مش عارف كام. طب انت لا قدر الله اتصاب صبحي زي ما في الوقت ده كان صبحي، كان في التغيير الخمسه كان صبحي. انت فاهم مقصود انت لازم تبقى انت عارف وانت عامل سيناريو المباراه وانت مركز عايش في الجيم. صح. انت معلش النهارده انت مش عايش في الجيم خالص. انت عملت تغييرات في ماتش فيوتشر رجعتك للجيم، ها، وقريت والدنيا اشتغلت معاك بشكل كويس. فانت لا، انت كنت باصص النهارده. انا وجهه نظري ان هو تمع في الماتش بعدم وجود نص ملعب النادي الاهلي. صح. الثلاثه بتوع نص ملعب النادي الاهلي النهارده اللي بيدافعوا اللي هم كويسين، اذا كان حمدي فتحي واذا كان مروان النهارده او اذا كان السويه حتى المصاب. فهو حط نص الملعب كله اللي بيهاجم. صح. طب انت لازم تحترم النادي الاهلي في الجزئيه دي. طبعا تحط اشرف رؤى وفتوح مكان سكر. تعرف يا كابتن طارق تتعدل شويه عامل كده الشوط الثاني بس كان فات يعني الاوان. كابتن ده كابتن سامي ومسان كان لسه معايا في المداخل دلوقتي بيقول لي احنا كجهاز فني اتفاجئنا بتشكيل الزمالك واتفاجئنا بطريقه لعب طبعًا الزمالك. كل بالزبط. اللي كان بيتفرج واللي شاف اتفاجئ. طب يعني هو ما فيش حد في نص الملعب، ما فيش حد هيدافع. عشان كده اي كره خطره للاهلي الديفنس ما قدموش حد خالص. يا عيني كمان. وبعدين هم ثلاثه فالدنيا وسعت. ده في كذا كوره كابتن طارق لفتوح بيلعب بقى دور الديبات، عايز يضغط ويخطف الكوره، هو بيقعد يبص حواليه في وراه مش ما بيلاقيش حد حواليه، فبيرجع بياخد خطوتين لورا. فتوح لعيب كواليتي عالي مختلف. طبعا فتوح يلعب في اكتر من مكان. طبعا. بس لما اجي العبه في المكان ده ممكن العبه اخر ربع ساعه اخر عشيه، ما عنديش حد كده، انما نبدا بيه والعبه هو السته ما ينفعش. حتى يعني حتى بتلعب قدامه مين؟ بتلعب قدامه نضال، بتلعب قدامه زيزو. فانت معلش انا مع احترامي هو برده من وجهه نظري يعني ان ما ينفعش اجي ابدا بحسام عبد المجيد وسكر اتنين مجهدين وجايين من البطوله وي. عايز تعمل كده انا ما عنديش مشكله يا كابتن. يعني التشكيل انا من يومين اتسالت على التشكيل. قلت لو النادي الزمالك عايز يعمل مباراه كويسه ويبقى في ند مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا، التشكيل كالتالي. اول حاجه انا هلاعب حسام عبد المجيد وهلاعب صبحي جون وهلاعب، بس هلاعب محمد عبد الغني هو اللي في الدايره مش المسلوسي. هلاعب المسلوسي ناحيه اليمين تمام تالت عشان ده مكانه. صح. بس هلاعب سيد نمار ناحيه اليمين قدام وهلاعب فتوح ناحيه الشمال. يبقى انا استفدت من الاثنين دول مع النادي الاهلي نادي كبير ان هم بيعرفوا يدافعوا وبيعرفوا يهاجموا. صح. واثنين صغيرين في السن واثنين كواليتي عالي وعندهم سرعات عشان انت عندك عشان معلول وهاني كمان انت تقدر توقف. واحط الاثنين الديفندرين زيزو واشرف رؤى. واحد بيعمل 8 بيزيد من العمق عشان دي هتقابل النادي الاهلي مشكله ونص الملعب مش موجود واشرف رؤى موجود. وقدامهم اثنين نضاي وشيكابالا عشان شيكابالا ما ينفعش يلعب في مساحات كبيره. ما ينفعش 4 3 3 تلعب شيكابالا يروح ويدافع مع علي معلول. لا شيكابالا من جوه مع يبقى قريب من الجون وهو ونضاي والجزيري. طب انت عندك انتشار مين اللي هيقابل نص ملعب الزمالك؟ الزمالك دلوقتي بيلعب باربعه في نص الملعب. صح. بيلعب بزيزو وبيلعب بشيكابالا وبيلعب بمين؟ بنضاي وبيلعب اشرف رؤى. طب النادي الاهلي عنده ثلاثه فانت عندك واحد زياده فانت خدت الاستحواذ. انا قلت التشكيل ده من يومين وقلت طريقه اللعب دي الانسب لكواليتي نادي الزمالك دلوقتي، لان اي طريقه لعب غير اللي بيلعب بيها 3 4 2 1 الزمالك يتغلب من اي حد. من اي حد. طيب كابتن ضياء عايز اروح للنادي الاهلي شويه اديله حقه، يعني احنا اتكلمنا على المشاكل الكتير في نادي الزمالك في هذه المباراه، بس الاهلي كمان في جديه مش طبيعيه. انا كنت لسه بقول لا طبعا رام ربيع من شويه، يعني ايه تنزل تلعب مباراه بهذه الجديه وانت واخد كل البطولات؟ ممكن تريح شويه مثلا. لا هو انت معاك مدرب كبير، مدرب واقعي وبيتعامل مع الامور بجديه، ووقت الراحه ادى الناس راحه يومين بعد ماتش الاتحاد. ايوه قال لهم انتوا محتاجين الراحه ومكافاه ليكوا خدوا يومين. فالناس قالت ايه ده، هو مش بيه. قال لك انتوا مش مهتم بالماتش بماتش الزمالك.
تبتدي من بكره وتيجي والناس تقعد. لا لا لا، اللعيبه محتاجه اجازه يشوفوا اسرهم. لكن اول ما ابتدى التلات والاربع كان في جديه، والكلام اللي قاله احنا لازم كذا ولازم احنا النهارده طالع بعد الماتش بيقول الموسم لسه ما خلصش. ايوه عايز اكسب الماتش. عايز ايه؟ ايوه انت يعني تحسب له طبعا تفكير هو الاهلي من لم يخسر اي مباراه تفكير واقعي، لانه لعيبتك بتاخد الاشاره منك. صح. فالاشاره منك لا يا حبايبي احنا كسبنا الدوري اه، بس انا عندي ماتشات مهمه جدا، منهم ماتش الزمالك ده ماتش مهم، وماتش هو على شغل سيد وشغل الكابتن محمود راح لهم. انا متاكد لان عارف الاوضاع دي عشناها وعارف الناس بتحفزك ازاي. صح. الرياكشن كان كويس من اللعيبه ان هم كمان اتجمعوا على فكر واحد، على اهتمام بشكل كويس، وادوا مباراه كبيره. انك جايب اربعه في الخصم دي حاجه كبيره جدا، ماتش كبير رغم انه كان ممكن يزيد عن كده، لكن في النهايه كولر مدرب كبير وعارف يتعامل مع المواقف بجديه. صح. طيب مارسيل كولر استلم مباراه يا كابتن طارق بشكل مع الفارق، يعني لما انت استلمت اولمبيك اسفي كان في وضع سيء جدا. النهارده مارسيل كولر لما استلم مهمه النادي الاهلي كان مقدم موسم سيء جدا للنادي الاهلي، وتحول تحول تام 360 درجه النادي الاهلي هذا الموسم. يعني حتى مع نهايه الموسم الماضي ما تتوقعش ان الاهلي يحصد كل هذه البطولات في الموسم ده حتى تدريجيا. يعني ايه اللي عمله مارسيل كولر؟ تفتكر ايه اللي عمله مارسيل كولر عشان يحصل التحول العظيم ده في شكل النادي الاهلي؟ عمل بصراحه هو مدرب كبير ومدرب هادي على الخط وده مطلوب، بس هو عمل حاجه الناس مش واخده بالها منها. انا الحمد لله اشتغلت السنه دي نفس طريق، يعني من اول السنه اللي فاتت اللي انا مسكت نفس الطريقه، كل اللعيبه لعبت معايا مفيش حد ما لعبش، ودي نقطه مهمه جدا جدا صح. جدا صح. صح. مهمه جدا صح. مارسيل كولر السنه دي 34 من 35 لاعب شاركوا مع مارسيل كولر باستثناء ايمن ناس أشهر. الناس بس موضوع ثبات التشكيل بالظبط كده. ايوه ليه بقى يا كابتن ضياء؟ ليه؟ لان انت انا كمدرب يعني هو في مدربين كتير كابتن ضياء عارف هم ال 11 ال 12 مش هيغير هو بكتير. وكان عندنا احنا امثله كتير هنا في الدوري كتير. ليه بيتشو موسيماني نفسه كان بقوامه 15 لاعب بروس كان كده بالظبط كده بروس كان كده موسيماني كان كده. فبالتالي دي نقطه بتخلي اللعيبه كلها اولا كل اللعيب عارف انه يما هيتمرن كويس وهيلعب وتجيله الفرصه هيمسك فيها هيلعب صح. وحاجه اسمها العدل، يعني بتتمرن كويس ده مش عارف. الحاجه الثانيه الحاله النفسيه، ان انا جاي كل اللعيبه ممكن يلعب النهارده وما يلعبش ما عندوش مشاكل، لانه خلاص الكل عرف السيستم اللي الراجل ده شغال بيه. صح. ودي نقطه مهمه مش اي مدرب يعملها خلي صح. بالك صح. لان ممكن تغير بس الماتش ده مش بتاع الكابتن ضيا الاعب مثلا العبك والماتش ده مش بتاعك حصلت فهو كتير. عليك طبعا. فانت لازم تبقى انت خلي بالك انا دي ده انا بحب كده يعني فاهم. فانت لازم تستفاد من كل اللي موجودين عندك الا لو واحد خرج بره النص او واحد انا اصلا مش مقتنع بلعبه خلاص. يعني انا في اخر مباراه انا لعبت جون عنده 20 سنه اول مره يلعب في حياته من ساعه يعني من الناشئين في اخر مباراه كنت خلاص كسبان 3-0 ونزلته وده الوحيد اللي ما كانش لعب معايا جون عشان تديله عشان اديله عشان الحاله النفسيه وهو جون كويس واديله المستقبل خلاص سيطر على الفرقه وسيطر على اللعيبه واللعيبه عرفت اسلوبه يدخل بقى يخرج بالزبط. يعمل هو كابتن ضياء قال لك حاجه دلوقتي قال لك هو ادى اللعيبه يومين ده حاله من نوع النفسي اللي تدخلك مباراه الزمالك وانت عالي جدا طبعا لان اللعيبه مش متوقعه ان هم ياخدوا اليومين صح. لان الوقت ضيق اي حد هيديك اليوم الواحد الاجازه كانت مقرره يوم بالظبط كده فهو جمعهم في الملعب وقال لهم يومين وقال لهم لا دول شالوه احتفلوا بيه الناس افتكروا ان هو بيحتفل شفت بقى ليه بقى بص هو كمدرب حس ان اللعيبه مش محتاجه تمرين صح. حتى لو مجرد ان هم هيجوا يعملوا استشفاء برضو لا عايزين الراحه خالص الراحه خالص ومحتاجه كمان تبعدوا عن الكوره محتاجه كابتن طارق وكابتن ضياء راحه ذهنيه اللي هو اتكلم عنها كتير قوي في المؤتمر الصحفي قال لك انه ذهنيا اللعيبه مش في افضل احوالها انا بقول لك عشان كده بصراحه هو مدرب مكسب كبير للنادي الاهلي بصراحه انا بشوف حتى يعني فارق كتير عن كل المدربين اللي موجودين ناس مشيت وناس لعبت وناس كل الناس وكل الناس يعني انت النهارده شريف المفروض ان هو شريف لعيب منتخب ولعيب دولي وبعيد بينزل دي حاجات من الحاجات اللي هو عارف ان هو لما هيجتهد وهيتعب هيشتغل صح. ممكن تلاقي لو الماتش جه تلاقي شريف اللي بادئ مش يعني فاهم فهو بصراحه النقطه دي نقطه ايجابيه. رامي ربيعك كان معايا عامل مداخله معايا قبل بدايه الموسم ده صوته وحالته المعنويه وتصريحاته كانت قليله جدا رغم ان عدد الدقائق اللي شارك فيها هذا الموسم ممكن تبقى شبه الدقائق اللي شارك فيها الموسم الماضي
وده يدي دلالات ان كولر ازاي كان لسه بيقوله كابتن طارق كابتن ضيا انه ازاي بيتعامل مع احد المزايا كولر انه طور لعيبه كتير. ايوه كتير لعيبه اتطورت من بدايه ما لقيناه بيبتدي الموسم بمحمود متولي. ايه يا عم محمود متولي ده كان طالع اعاره. كريم فؤاد كريم فؤاد برسيتاو وحسين الشحات كل الناس حمدي فتحي الادوار المركبه اللي بقى يعملها ناس طبعًا. كتيره جدا اختيار صفقات يعني لو قعدنا حاجات ودي من الحاجات اللي دايما بتبقى علامه عند المدرب الكويس انه ازاي بتعامل مع اوضه اللبس ازاي بتعامل مع اللعيبه ازاي بيطور اللعيب بيخليه يطلع احسن حاجه هو شايف حاجات انا وانت وناس كجمهور مش شايفينها فجاه بتلاقي الراجل ده جاي من سوء اداء لتالق ونجم فده شغل المدرب كنت بقول امبارح كابتن هو الجهاز بتاعه طبعا كله حسين الشحات وصل بيه الحال ان جمهور النادي الاهلي لما كان بيشوفه على الدكه بيقول لك هو حسين الشحات على الدكه ليه مش عشان اساسي ان هو المفروض يبقى بره القائمه خالص الان حسين الشحات اهم نجوم النادي الاهلي بس هو برضو للامانه هو اشتغل تكتيك كويس ايه التكتيك اللي هو اشتغله عشان برضو نبقى متفقين ان حسين الشحات وبيرستاو كانوا دايما بفتحين الخط هو لما اشتغل على دي دخلهم من جوه وخلى هاني هو اللي يطلع ويزيد وياخد الناحيه الهجوميه وده التطوير ان خلى هاني كمان اختلف لان هاني مش هاني اللي هو احنا كنا هاني دلوقتي ما شاء الله في فورمه انا بس بفكر الناس بالجمل هاني ده هو لسه لاعب ناشئ هو هيفضل لاعب ناشئ الان افضل باك رايت في مصر بالظبط نفس الشيء كهربا كهربا كان جناح شمال صح لما اشتغل معايا ودخل لما بعد الوقت مهاجم وهداف افريقيا مهاجم وهداف فهو طور من اللعيبه زي ما كابتن ضيا بيقول ودي اللعيب اللي يقدر يستفاد من دي بيعلى وده طبيعي بصراحه فحسين الشحات كمان الناحيه التهديفيه عليت عنده عشان بقى دخله من جوه بقى قريب من الجون بيرستاو انت لو تفتكر الناس كانت بتقعد تتكلم على بيرستاو الاجنحه بتجيب اجوان على طول أيوة. على طول بس هم في الاول كانوا فاتحين قوي لما فاتح قوي انت هتروح عشان تعمل العرضيه ها ودي دلوقتي بقى زيزو كمان بقى من جوه كتير ما بقاش خلاص اللعيب اللي على الطرف ده او اللعيب الوينج ده الجناح اللي على الخط ده خلص لازم امتى تخش جوه امتى تطلع ثلاثه يتقال عليهم سترايك ايوه ثلاثه مهاجمين لازم عشان كده في اوروبا كابتن ضيا عشان كده في اوروبا كل الناس اللي بتلعب في اوروبا مين اللي بيجيب الاجوان الناس اللي جايه من تحت هو صلاح ده بنزيما دايما صلاح بينزل وبتاع بالظبط كده ما طول عمره جناح بالظبط كده عشان طول عمره لما اتطور بقى يهدف الاهداف بقت يعني التطوير بقى عالي جدا فالاجنحه لازم تخش تجيب اجوان طيب عايز اسالك على واحد وهسالك على واحد هديك اسم وانت تتكلم عنه شويه محمد عبد المنعم لا عبد المنعم عامل موسم كويس جدا وانت بتسالني على حد تبعنا يعني ايوه تبعكم قوي لكن هو عامل موسم رائع بصراحه وطبعا طارق شاف الجون بتاعه في المغرب طارق كان في المغرب ايوه طبعا ايوه كنت في المغرب كان عندي ماتش تاني يوم لا طبعا في الملعب لا هو عامل موسم كويس انا اللي كنت في المدرج عامل موسم كويس وياسر كمان لكن منعم طبعا عامل موسم باعتباره بقاله موسمين بس بيلعب في النادي الاهلي يعني فانا هو ابن النادي الاهلي من مدرسه الكوره لكن انا بشوف ان هو مدافع قوي يعني في ناس ساعات بتعترض على شويه حاجات بيعملها ساعات في اللعب أنا بسألك مع الوقت هيتطور مع الوقت والكلام والكلام ده هيتطور هو من افضل اللعيبه اللي بتقطع في كرات الثابته على القريبه بيلعب دماغه كويس قوي هو بس في المكان ده مش محتاج حته زياده طبعا أيوة. انا بقول لك ليه بقى لان كابتن ضيا لما تيجي تلعب على مستوى احنا بنلعب على الدوري المصري لما تيجي تلعب على مستوى اعلى وتشتغل الشغلانه دي مع لعيبه مختلفه لا هتقابل مشاكل فبالتالي لازم تقلل منها بس مش عارف يا كابتن طارق وكابتن ضيا تلاحظ ده هو كان بيلعب عبد المنعم بيلعب مع المنتخب ما كنتش تشتري له مثلا ولا خطا في الاهلي في المباريات الكبيره ما تلوش ولا خطا بحس ان عبد المنعم مرتبط بيه التركيز يعني هو لو مركز قوي ما بيعملش بقى الحته الزياده دي الزيادات دي طبعا اكيد بيتكلموا معاه فيها ما بتجيش في الماتشات اللي بيحاول يعمل زياده بتاع لكن مع الوقت مع الكلام معاه والتكرار وهو هيلاقي فيه انتقاد هتتغير النهارده لما اتنرفش شويه زعلت منه انا بشوف ان مناقشه ملعب ساعتها لانه انت سبت ده رحت من ده طبيعي لكن في ظل الماتش واهميته بتعدي الحاجات دي مناقشات طبيعيه انت كجهاز انت بره بتعديها طبيعي. ما بتقفش لا 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 طبيعي وكولر بيعرف يتعامل مع الحاجات دي كويس بيعرف يتعامل زيزو لا زيزو بصراحه لعيب مختلف زيزو احسن لعيب في مصر مش احسن لعيب في الزمالك بكل امانه يعني زيزو انا اتعاملت معاه
فعلا كلمه لعيب محترف مش كلام. لا زيزو عارف بالظبط جدا، عارف بيتمرن ازاي وبياكل ايه ويشرب ايه وتمرينه بيأدي بجديه. زيزو بصراحه انا اشوف ان مركز في شغله جدا جدا جدا، وحتى لو حاله الفريق كلها مش كويسه زيزو بيفضل كويس. طبعا طبعا، وده يدل على اللي احنا بنقوله. بس زيزو كمان طور من نفسه، لان زيزو في اوقات كتيره كان دايما بيلعب زي اللي احنا كنا بنقول عليها دلوقتي على الخط، ودي مدرب مدرب بيلعب. لما زيزو دلوقتي في المنتخب لما كان موجود الكابتنيه دخل في نص الملعب، حتى المنتخب لما كان موجود معانا هو لعب كتير، لعب وينج، لعب شمال، لعب. فلما يكون عندك لعيب دلوقتي راجل فيتوريا برضو بيشتغل بيه 8، يكون عندك لعيب كمدرب، يعني عندك لعيب كواليتي مختلف ويلعب في اكتر من مكان، فدي ميزه ليك كمدرب. صحيح، لانك انت ممكن تغير من جوه الملعب، مش لازم تغير من بره. صحيح، فانا اشوف بصراحه ميزو لا بصراحه يستاهل اللي كل بيتقال عليه، وانا بشوف انه احسن لعيب في مصر السنه. طيب قبل ما اروح لفاصل، اسوريو يتحكم عليه دلوقتي ولا لسه ما يتحكمش عليه؟ لا، الكواليتي اللي معاه بصراحه، يعني انت لو بتسالني انا هيقعد عندي 10 12 لعيب من اللعيبه دي كلها. الكلام ده انا قلته من 4 5 شهور. 10 12 لعيب يمشوا؟ 10 لا يقعدوا معايا. يقعدوا معايا 10 بس، 10 12 بالجولين بالجولين. انا الكلام ده قلته يتحكم عليه بعد البطوله العربيه. انا الكلام قلته قبل بعد البطوله العربيه بس، حتى لو بنفس اللعيبه يا كابتن ضيف. نفس اللعيبه بس انا قلت لك من شويه يا كابتن ضيف، قلت لك كريم يعني المدرب انت كمان تشتغل على اللي موجود عندك، يشتغل على اللي موجود، على اللي موجود عندك. هو انا لما اجي انا امسك فرقه بتاخد بطولات هشتغل على انواع الماتشات، وما اجي اخد فرقه عايزه تبقى في نص الجدول هشتغل على ده، لما اجي اخد فرقه عايزه تقعد في الجدول اللي هي من ال 13 وال 14 هشتغل على ده. فالكواليتي مختلف. صح، فانا عندي كواليتي، انا ليه متسرع في ان انا افرض الحاجه على كواليتي؟ هياخد مني هياخد من طريقتك. ما هو انت مع فرقه كبيره، الزمالك نادي كبير، مهما حصل وتتغلب هياخد منك انت ككوتش. طبعا انت عايز تفهمني انه دلوقتي مفيش كلام على اوسوريو، ده تجربه مع فرقه كبيره والخطه اللي كنا بنقول عليها، ما دي كل ده هتاخد منه هو. فاهم. فهو لازم يعدل دماغه شويه او يسمع، طالما الكواليتي ده هو اللي هيروح بيه البطوله العربيه ما ينفعش يلعب كده. صح، ما ينفعش. او معلش ما توديش، ما توديليش فتحت لعبه في نص الملعب. هو بقى الاوفر كوتشنج بقى اللي هو ما توديليش المسدوس يتلعبه هو اللي في النص وانت محتاج الثلاثه السيرد باكات، هو مش كمان السيرد باك يزيد. يعني هو مش حاسس ان الكواليتي زي ما طارق بيقول ده كمان بيغير في المراكز. الكواليتي لا، انت الكواليتي اللي عندك كويس كمان بتهدره. بالظبط كده، ايوه بتهدره. خلي كل حد في مكانه هتتعدل الايه. على الاقل هيبقى يعني زي ما بقول لك كده، الطريقة اللي انت بتلعب بيها هي الطريقة الانسب، عشان انت لو لعبت بطريقة غير دي لا هيوجي فيك جوان وهتقابل مشاكل ومساحات هتبقى بعيدة. صحيح. فهي الطريقة اللي انت بتلعب بيها هي الانسب. صحيح. بس مش ماتش النهاردة، لعبت بطريقة مختلفة خالص، 4 2 3 حاجة ثانية خالص، حاجة ثانية صراحة، لعب 4 3 3 غريبة يعني. لسه مكملين مع الكباتن الكبار كابتن ضياء السيد كابتن طارق مصطفى بعد هذا الفاصل، نواصل خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مرة أخرى. سؤالي الجاي للكابتن ضياء السيد سؤال يخصه جدا، عشان ده سؤال لا علاقة بجماهير النادي الأهلي اللي هي بتسأل طول الوقت، هل إمام عاشور هيبقى مفيد للنادي الأهلي؟ إمام عاشور على المستوى الفني وعلى مستوى العقلية، وأنت راجل اشتغلت مع إمام عاشور. إمام أنا اشتغلت معاه يعني فترة طويلة في المنتخب وفترة بطولة صعبة جدا، ما شايفه عنده شخصية في اللعب، شخصية كبيرة جدا، أكبر من سنه، لعيب كبير جريء جدا، لان انا اتعاملت معاه خصوصا في مباراه النهائي لما بندور على حد يلعب باك رايت ايمن. طبعا فاستقرينا على امام، فانا اللي قعدت معاه يعني. الراجل كروش قال لي بقى خد حاج مانيه وكل الفيديوهات واقعد مع امام، لقيته وحش ما شاء الله عليه يعني، قلت هيبقى قلقان، اي حد يبقى قلقان طبعا، وانت بتلعب مركز مش بتاعك وبتلعب قدام ساديو ماني وحش في نهائي افريقيا، شخصيه في الملعب، شخصيه قويه، ما بيخافش ما بيهتزش، لو على انه لعيب كويس صغير في السن. انا بشوف انه ده لو تم، لان النادي الاهلي ما فيش حاجه اعلنت، ما نعرفش حاجه يعني، لكن هو
لعيب كبير و... انت كده عارف كل حاجه يا كابتن ده يعني. لا ما اعرفش النادي الاهلي يعلن وبعد كده احنا نقول ايه امين. تمام. بس هو لا لا الجماهير قال انا مش من امكان ما فيش حد يختلف على امكانيات امام عاشور. ايه رايك عقليه امام عاشور وهل هيبقى مستقر مع الاهلي ولا لا والكلام ده؟ انت عاشرته عن قرب يعني. لا لا هيستقر او بيسمع الكلام و... وهي وانت مدرب ومعاك لعيبه كبيره هتحتويك وهتخش هتمشي زي اللي ماشي بشكل زي السيستم اللي موجود هتمشي بشكل كويس. وهو عايز يعمل حاجه لانه هو الى الان انا بيتقال عليه انت فشلت وانا نفسي بقول كده بقول انت فشلت فشلت تجربه اوروبيه كلنا اتمنينا انك يكمل الامور فانت قررت قرار هيحط عليك اعباء كبيره جدا فهو جاي من اوروبا جاي لو ده تم يعني انا ما اعرفش هيتم ولا لا لو ده تم ورحت النادي الاهلي فهيبقى عليه اعباء انه يقدم حاجات كبيره جدا وانت عارف وانا وطارق عارفين الجمهور هيحتفي بيك ويشيلك على دماغه الى ان الى ان دي بقى فيها حاجات كتيره هيرجعوا 180 درجه لا طول ما انت كويس وملتزم وتلاقي الناس هتلاقي اعلامك في ظهرك هتلاقي جمهورك في ظهرك هتلاقي ادارتك في ظهرك فانت لازم ترجع بتحديات مختلفه جدا صح فلكن برضو مش عارف هو جاي النادي الاهلي ولا مش جاي معرفش. طيب كابتن طارق النهارده قرعه كاس العالم منتخبات افريقيا المؤهله كاس العالم منتخب مصر شفت المجموعه عامله ازاي؟ كويسه وميسره والامور سهله؟ لا كويسه طبعا. لا لا كويسه طبعا. كويسه ايه ما تقول سهله. هو احنا نضحك على الناس؟ انت عشان شهيد برضه. لا عشان شهيد مع السهل. لا قلت الناس لا طبعا بالنسبه لسه طبعا خلينا عارف ليه انا مش عايز اقول سهله؟ مش احنا بنقول سهله اول ما بتطلع المجموعه اول ما بنبدا نلعب كل حاجه بتتصعب علينا لسه بقول لي طارق فجاه يطلع لنا بوركينا فرقه واحده في المجموعه اللي هتلعب على ملعبها بقيت الفرق كلها بره ملعبها هتلعب على ملعب محايد انا بس طارق في المغرب انا بتحفظ كله بيروح المغرب دلوقتي بتحفظ على فكره سهله عشان بقلق اول ما بنبدا كل حاجه بتتصعب لا اصل خلاص انتهى كل يعني خلاص الدنيا كلها والمنتخبات كله بقى مكشوف بصراحه يعني وانت عندك الحمد لله منتخب عندك لعيبه كتير دلوقتي موجود وزي ما قال لك كابتن ضياء انت عندك ميزه دلوقتي انك حتى انت هتيجي اصلا هتلاقي من الفرق دي هتلعب على ملعبك يعني الماتشين هتلعبهم على ملعبك يعني هتيجي بعد الثالث ماتش ولا حاجه هتلاقي الفرق بتلعب على ملعبك زي اثيوبيا هتيجي تقول لك مش هروح بقى في حته ثانيه هلعب على ملعبك خلاص يعني مثلا كده مثلا الماتش الاخير هحمل التكاليف واجي العب بالظبط كده يعني الماتش كده فانت مش هتقابل بوركينا فاسو يعني هو بس هيقابلها فين هو بس هيقابلها فين في المغرب بس في المغرب لا انا بنهرج انا قلت له يقول انا بقول لك يعني انا بتكلم على قوه الفرقه يعني انما مع احترامي لكل الفرق هو الطبيعي جدا عشان برضو الناس تبقى برضو ايه ما تقولش اصل لا صعبه لا احنا من امتى هنقول المجموعه بالنسبه لنا يعني لا احنا منتخب مصر بقى يا جماعه احنا لازم نبقى موجودين على طول في كاس العالم يعني ان شاء الله باذن الله لما يبقى ولكن تسع فرق ونص بالظبط بالظبط يعني ما ينفعش يعني هنعمل ايه يعني ما راح يعني كل لا 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 لا, لا ما اعتقدش يعني لا ما اعتقدش احنا الحمد لله المجموعه يعني لا 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 ان شاء الله ان شاء الله المنتخب النتائج كلها ايجابيه باذن الله متفائل يا كابتن ضياء فيتوريا كمان شايفه طبعا مدرب كبير طبعا فيتوريا مدرب كبير وهو عليه شاف قاعد بقى له سنه اهو لعب حوالي 4 ماتشات رسمي واثنين ودي او 3 لازم اكيد في خطته انه هيغير نوعيه الاحتكاك في الفتره اللي جايه لانه احنا محتاجين خلاص انت بقالك سنه خلاص محتاجين نغير نوعيه الاحتكاك ونطلع لتصنيف اعلى بدايتها ماتش تونس ودي حاجه كويسه جدا تبقى خلاص تلعب بقى طارق ليفل اعلى صحيح. عشان تفرق معاك كابتن ده انا بشكرك شكرا جزيلا شرفت ونورتك انا بشكرك كابتن طارق كنت وحشني جدا احسن حاجه عملتها انك جبت لي طارق حبيبي والله احسن حاجه عملتوها ان انتوا جيتوا النهارده ضيوف انا مبسوط جدا انا بشكرك يا كابتن لا انا اللي مبسوط معاكم طبعا كابتن ده ومعاك كريم دايما موفق يا كابتن طارق كل الساده المشاهدين شكرا جزيلا